المنظر الخطير جدا 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 حذر. وعد مني نبعثه والله بالحق. جوهر الموضوع شوف الله حبيبي بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم الناس الكل في القناة المزيانة بتاعنا. كيف راو المناظر الخطيرة هذه الكروفات؟ نقولوا برشا حاجات، لكن اليوم الرسالة بتاعنا هي كيف راو الكروفات والرمز نفهم، ولا هي مقرونة ماش حاجة أخرى معناها ما هي دخلت على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم الحلقة متاعنا سبيسيال ياسر. اليوم الحلقة متاعنا تذكرني بذكريات جميلة وقت اللي كنت نخدم في سوسة مع أشخاص فيهم اللي توفى وفيهم اللي توا موجود. أخويا هاشم بشر ربي يبارك له وربي يعينه، وأخويا كريم شعبان إن شاء الله ربي يتقبله برحمته. نهارتها كنا نخدمه ومها زضمت علينا زضمت علينا بشقالة مقارونة بالكروفات قعدت في التاريخ إلى يومنا هذا نحكيه عليها. يلا مها فسرنا وحكينا على الفن متاع اليوم. باش عنا كروفات بالحقيقة احنا خشريناها المرة دي ما شاء الله فيها كعبات تروفها همش صغار غزر يعني فرقور على ايدي معناتها فهمتا ما هيش صغيرة معناتها فهمتا خذينا بعشرين كيلو بعشرين فما كعبات ما شاء الله كبيرة كبيرة وغزوها معناتها تقول كروفات ماهيش شفغات فهمت تمسحها اي فما شفروتات صغيرات فهمت باهي شوف اني راني خليت لهم دينهم عليها مستانسة نحها ريتها دارنيال مو شو يعملوا هما يقول لك اصلا ياخذوا الريوس نتاعها والقشور نتاعها ويغليهم في المي والمي نتاعها يصبوا المكرونه واضح اني ما نتجرأش نعملها الحقيقه اني ناخذ الريوس ونحطهم فهمت دونك شنو عملت لهني خليت الكبار خليت يمكن اربعه ولا خمسه كعبات او اكثر يمكن سته كعبات خليتهم بريوسهم البقيه نظفتهم باش نوريكم كيفاش نظفوا بالنسبه لنحكي على المبتدئين في التنظيف فهمت واضح باش نوريكم زوج طرق بالنسبه للطريقه انك باش تنظفها انا باش تنظفها وتنحي لها كل شيء فهمت انت ديجا هيك باه الراس يتنحى ديريكتومون هكاك انا علاش قلت لك ما نتجرأش خاطر يخرج برشا اوساخ واضح باه فما اللي يحب يخليها يخليها بذيلها كيما اني عملت فهمت ما ذيل اصلا ما فيش بسخ الحقيقه نتاع ربي ما واضح واضحين فهمت واضح. شنو نعمل اني شفتو هنايا ناخذ كردون دخل هنايا هذا الكيس الرمل يقولوا هذا لازم يتنحى واضح هكا شفتوه كيفاش اني نحيه من زوز نحاول اني نشوف زوز توصل اكثر بلاصه صحيت فوالا خاطر بالله باش يكون راهو لازم يوصل للاعماق فهمت لازمناش نخليه فهمت وفما شكون اللي يحب ينحاها كعبه الكروفات الكوليكي اني هذو مش خلاهم عشان خاطر نغسلهم مش عاد نغسلهم مش نحطهم على واضح باه هوني باش نختار لكم كعبه اخرى مثلا باش نختار لكم صغرونه اخرى باش نحي لها كل شيء شمعنى نحي لها كل شيء باش نحيوا هذوما القشر الكل هكاكا وباش نجيب حتى للظيل باش نحيوا كيفاش يتنحى الظيل تنزل عليه شويه طفي يتنحى سهله ماهي على الاخر كي العاده كيسر الرمل هذا لازم يتنحى من لغليغو كل واحد ياخذ باله من لغليغو هكاكا نحيها ونحاول زاد من الجهه الاخرى شفتوا كيفاش برشا ساعات تلقاها لا مش برشا ساعات تلقى كعبه فيها برشا كعبه تلقى فيها ما فيهاش برشا قبل ما يصطادوها تلقاها واكله مليح ماكله يسب ولا هكا مسكينه مسكينه ولا هذه خاطر تقطعت فهمتوا كيفاش فما شكون يحلها بالسكينه هكا معناتها تقول لي السكينه اسهل ما مش ولا مش السكينه اسهل شكون كل واحد كيفاش مثلا اني متاكده 100% انهم ما ضمن ضاف شفتوا كيفاش درت عليهم بالقديه شكون بالسكينه طف يعمل هكاك هي اسهل بالسكينه اللي يحب زاد باش نعطيكم جوست معناتها استوس تحلها هكاك بالسكينه وتوصل تغرق شويه به ويتعمل بانيه ويتقلي تطلعك الكعبه كل محلوله هكاك اللي قلب معناتها كل واحد كيفاش يعملها هاوني هذه نحينا لها ذيلها هذه خليتها بذيلها وبالنسبه للكعبات الكبار اللي انت مش باش نحاهم حتى شيء خليهم اني ما نخليهمش اني شو نعمل نشد كيسر من لازم بقشرتها باش تقعد جيت نحي الكيس نتاع الرمل شفتوها انت شفت كيفاش
ديما لازم يتنحى كيل كسوة ما كانش يقعد يتقرمش كيل قزة والدركي باش هو أصلا نرمل فهمت تبعوه بالسياسة بالسياسة وتنحيه يعني أول مرة روح على فكرة باش نطيبها بقشرتها عمري لا عم طيبتها بقشرتها أنا ما قلش نشجع مرة هي فيها لحظة ماما لحظة عزيزة تعمل هيك ها تعطيني السكينة حاجة أخرى الراس خطرني أول مرة شنطيبه براسه دونك أني شو نعمل شفتك المسخلة في الراس هذا يا هذا الكل هيكاية تحت السبالة يتنحى أغزره كفاش نضيب لهنا شفتوه ولا؟ تغسله تحت السبالة تغسل تحت السبالة باش يتنحى منه قد ما تنجم الواحد بهي نكمل ننظف الكعبتين هذو ما تحبوا نزيد نوريكم مرة أخرى العادة ضي تحت السبالة هذا ما بين الزوز كيما كي الفقرات هي شفتوا كفاش ولا أغزر ها على بلاصة جبدت هيك هيك هذه جبتها من جهة هذه دونك نزيد حيدة أخرى من جهة البحث الذي واحنا ماشيين واضح ديجا نظيفه معناتها تجبدت الكل هيك واضح ربي يبارك لك يا مها ويرحم والديك ريتك مع الكرافات حتى كلامار عندي كلامار في الكونجيلاتور على فكره الفرويد مير راهو ديريت فيه نتاعو كبيره على الاخر كي تحب تكنجل معناتها ما حتى كي ظلت تاخذها حتى تقعد لكم حتى بتسعة شهور يضوري توصل حتى العام معناتها فهمت دونك ما تخافوش منها فهمت شنو عندنا مكونات اخرين عندنا في الطمطومه ما طم قداش كنتي تي حطيت زوز مغارف بركه راهو زوز مغارف طماطم وعجن قولي انت زوز مغارف مقارونه وي زوز مغارف مقارونه على خاطر حطيت بريسك وصلت حتى ل 10 كعبات طماطم كعب الفرويد مير حاجه فريش تحب لها الفريش اش معناتها معناتها الطماطم لازمها تكون فري على الاخر واضح جربها بالطرق الزوز جربها بالطماطم الكعب بالطماطم الحكه تلاحظوا انها بالحق الا بالطماطم الكعب الكعب معناتها عندها بنه سبيسيال واضح بنه غير عاديه الحقيقه معناتها فهمت اول حاجه تنحي الزريعه على قد ما تنجم انا بريسك نظفتها كلها من الزريعه ساعات تلقى هكا قاعدوا لي زوز كعبات بركه فهمت والثوم حطيت راس وشطر الثوم والطماطم قداش كعب 10 كعبات وصلت حتى 10 كعبات واضح ولهنا فلفل ملحي انا نحبها محرحه موزوزه فهمت مغرفه كبيره مغرفه وشويه مغرفه وشطر قول هكاك فلفل نكهه بالطبيعه عينك ميزانك ولا اي معناتها انت شنو تحب والملح زاد عينك ميزانك هذا هو هذوك المكونات القارص نظفت بيه معناها بيان سور هذوك خاطر هذوما عصرت عليهم القارص بالكدي باش نحى منه اللي ديما نقعد عندي مشكله مع باهي هذا هو اجمالا ربي يبارك لكم الناس الكل نتقابلوا بعد ما تكمل تنظف عندي كمية فلفل قليتهم واضح كالعادة ما غير من وصيكم باش تعملوا ابوني في الباج في القناة متاعنا تبارتاجيو الحلقة كان عجبتكم وتحطونا اكجام اكل عجيبة يلا نحبوكم برشا وربي يخليكم لنا السلام عليكم اخي شنو هذه كما هذا معجون رمان ايه باه معطاهم الكيلة متاعه اسمعني معجون بصفة عامة رمان فريز فرجن تفاح الكل عنده معيار محدد زوز معيارات من الكافية معيار واحد من السكر تحب تتنقص شوية بالسكر عندك حق أما ما تنقصش كلها برشا برشا ما كاش ما يبقالكش معجون أنا عندي تو خديت رمان غليته لا مش أي مع لا قبل الليلة تحط السكر نتاعه وتبيته ليلة في الفريجيدار شنو يصير له باش ينحي الماي الكلي كان نتاعه يهبط الماي نتاعه وانه غدو تحطه على الغاز ويطيب معناتها يغلي 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 ترحي في الروبو ولا يحب نحي القلوب ينحي اللي يحب يخليه يخلي انا راني عملته بالكسكاس اما هبط لي شويه من القلوب نتاعو انا نحبو كفيك جوست القلوب كجويدين بركه فهمت القلوب الاغراض ما نحبهمش بعديك عصره قارص وقت يوصلك للمرحله هذه سي بون خاطر مالو الا معجون راهو لازم يكون معناتها ماهوش على الاخر معناتها مش على الاخر معناتها معقد فهمت واللي يحبوا كل قدير وقدر اني مثلا اسمك اني نحب نحط له شويه لوز جلجلان كل واحد كشي يحب اللي يحب بلاش يخليه بلاش كل واحد كيفاش فهمت اضافه لزبده هو سخون يغلي مش بالضروره هو سخون في مش يغلي معناتها المفيد هو سخون هكاو فهمت هو بارد زاد تنجم تحط ما فماش ماهيش باز معناتها فهمت اما علاش خاطر وقت يظل سخون شويه معناتها يبدا جاري شويه معناتها المكونات تتوزع بطريقه خير هكاو وكيف يبرد يشد روحه ويولي معجون معجون كيما انت لازم تكون فهمت باش تعرفوا طاب باش تعرفوا طاب هذه يعني استيوس على التالي لوستي ربي يفضلها منها ان شاء الله تحطوا في صحن تحطوا مغرفه في صحن وتعمل بصبعك معناتها هكاكا وقت ترى انه معناتها اللي ما رجعش يرجع البعض ولا راهو سي بون حضر معناتها كان قضي المعجون بتاعنا يا سيدي ربي يبارك لك يا مها ويرحم والديك على الابتكارات الهايله
لا 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 على فكرة قلينا فلفل بقري. ايه بسم الله. توا حطي زيت الزيتونة. راهو الفرويد مير ما فيش شي زيت جملة. دونك باش معناتها باش تكونوا كرامية شوية في الزيت معناتها. واضح. باهي هذايا الطماطم اللي لقيتها. كاس زيت هكا. تنجم تقول حتى يمكن أكثر شوية فهمت. واسمعني راهو أنت والكونتيتي اللي باش تطيبها راهو. واضح. معناتها مش مربوطة بقداش تحط بالضبط. أنت شو كل المرة باش مستانسة فهمت. واضح. هذه طماطم الطماطم اللي رحيتها بالثوم باهي على فكره انا رحيت الطماطم راهو صحه والله وريمو مجهود جبار ربي يبارك لك تعبت على الاخر وشي ورقات الرنت خليهم يبقبقوا من الجديد او هذايا قداش وقت حتى فين تحسها معناتها ما عادش فيها برشا ماء وقت تحسها انه لا وقت تحس انه الزيت دخل في وسطها بالباهي شفتوا هي توك كيفاش مفرقه وقت تحس انه دخل في وسطها زيت بالجدي ولا نوريهم احنا فوالا هيك كنحطوا عليها طماطم الطماطم المعجونه معجونه والفلفل المرحي واضح هاي ما ورينا النتيجه تو شفتوا ولا انا دخل بعض وليت ولات واحده كامله اوموجين بالضبط الطماطم باش نحطوا الاشياء الاخرى الكل على بعض بسم الله شو اسمه الفلفل الاكحل اني باش نحطه وباش نزيد شويه مع مع شو اسمه مع الكروفات فهمتوا احنا نتبعوك خطوه بخطوه باش تطلع لنا الوصفه اللي مزيانه الحقيقه دي اي حاجه فيها حوت تحب لها زيت باهي فما حاجه اني نسيت ما حطيتهاش وندمت على اني ما حطيتهاش وما رحيتهاش مع الطماطم جرين فلفل احمر شايح جرين فلفل اي بالحق يبان مش نورمال انت وعندي هريسه اما جبيده برشا ماهيش مش غليظه باش نحط منها عشان لازم نحط منها فهمت وانا عندي عندي هريسه عربيه نحط شويه هريسه عربي وكهو خاطر تحب لها ودي تحطش هريسه عربي تجي بنينه مش نورمال تحطش فيها بسيسه احنا باش نتبعوك باهي شوف تحط الطماطم كي تجي ترحيها تحط معاها زوز جرينات ثلاثه جرينات فلفل احمر اللي بدا شايح فلفل احمر شايح هذاك واضح باهي اللي مش مدخن ماهوش واحد راه يبيعوا فيه ساعات يظل مدخن فهمت اللي ماهوش مخدوم في الكوشه اللي مش مخدوم في الكوشه الاحمر العادي فهمت اني الحقيقه نتاع ربي اي ما نحبوش وفما برشا بلدان يطيبوا به معناتها كل واحد تحيه للولاد الكل فهمت اما اني ما نحبوش مش مستانسين به باللغه اخرى فهمت باهي شفتوا كيفاش الصوص نتاعنا ولا علاش هي تبدا خيارها بالطماطم شفتوا كيفاش كانها الوحده نتاعها عندك اللحم المفروم يا جماعه اللحم المفروم بسم الله شفتوا البقبقه اللحم المفروم والكروفات زوز يحبوا برشا طماطم الكعب جربوا مقرونه بولونيز باللحم معناتها باللحم المفروم عملها بالطماطم الحكه وذوقوا البنة جربوا لازانيا عملها بطماطم الحكه زد بطماطم الكعب بليتو قسما بالله اي حاجه فيها اللحم المفروم والا الحوت خاصه النوع الكروفات خاصه الكروفات الحوت الاخر انا ما استعملهاش طماطم طماطم الكعب حاشا عينيكم ما نعرفش فما عباد يقولوا هكاك اني ما نؤمنش بهم الحكايه هذوما الحوت الاخر الكل نستعملوا بطماطم الحكه الكروفات بالذات واللحم المفروم يعشقوا الحاجه الفريش ذوقوا البنة بالحق جربها بولونيز بالهذيك تجيكم بنة عالمية يا جماعة. باهي قداش تقعد تغلي هذيا؟ هذيا لا لا تقلي تغلي 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 إلى أن تحسها تقر زيتها. باهي ما ننساوش الطماطم الكعب راهي نية لازمها أنها تاخذ الطون معناتها ريبيلاسيون الوقت من الكافي أنها باش تغلي باش تبقبق معناتها باش تطيب فهمت؟ وبعديك تسكروا على مش تسكروا هذيك تحطوا الكروفات نتاعكم الواحد. ما فيهاش روح انا راني قبل باش قبل ما توصل باش تقرا زيت باش نحط الكلام الرسمه السوبيا ولا الكلام عارف باش نحطها لهنا خاطر تاخذ اكثر وقت من الكروفات الكروفات جرو ماكس جرو ماكس جرو ماكس 6 7 دقائق تكون حاضره طيب 7 دقائق 8 دقائق تكون حاضره امورها مريقله فهمتوها انا مازالش نحط قضيك علاش قلت لكم الكلامار طيب يمكن حكيت ربع ساعه بالضبط نحط الكلامار ونخليه يغلي كحكايه دريجي بعديك نهبطوا الكريبات اونتر تو حطينا الماء نتاع المقرونه يغلي المقرونه نتاعنا باش نطيبوها سباجيتي تعمل 66 كيف وتبعونا وان شاء الله تطلع الوصفه نتاعنا بنينه ياسر ما هي قاعده تمسح في العيد في الحيط مطبقبيق نتاع مطبقبيق نتاع الزيت ربي يبارك لكم الناس الكل ونتلاقاو بعد شويه هاي مها باهي هوني مازلت كي حطيت الكروفات باهي
خذالي اكثر وقت شويه الكالمار خاطر مساسه ديما نعملو فريش كاني عمري نحطه في الكونجيلاتور فهمت به يمكن خذيه نص ساعه نصوره. سؤال انت حطيت الصوص هذه طبقبق وقتاش حطيت لها الكالمار؟ بعد ربع ساعة ترجيني كيكة معناتها، ومن بعد خليتها تبقبق بقبق نص ساعة على خاطر الكالمار ماهيش فريشكة فريشكة فهمتوا كيفاش. باهي حطيت جرين فلفل أحمر أهو هكا جرين فلفل أخضر باهي باش نحط شوية مية على خاطر لازم الكريفات كيما قلت سبع حكاية ثمانية دراج سبع دراج باش تطيب سبع دقائق خير عليك ناكلوهم شوطة هكا تولي خير مش شوطة تاكلها تولي تتلصتك فهمت. باهي هنايا فلفل اكحل قلت لكم باش نزيد شويه هنايا افولونتي تحبوا تحطوا شويه ثوم نيه تنجم ثوم معناتها تو تحطها باش تقعد هكا البوم تاعها في الاخر حطوا تحبوا تحطوا شويه نعناع تحطوا تحبوا تخليها كيكه بالقوم تاعها هي خليها بالقوم تاعها يعني المره دي باش نحط حتى شيء نعناع على حتى شيء نخليها بالقوم تاعها هي وبعد هيك دوم الطيب وكل شيء سقيوا مقررتنا نحط عليها رشه معدنوس والله انت توا ديجا صمت المقرونه نتاعك وطاب ديجا ما صورناهاش خاطر ما فيهاش علم اليدل والحاجه المهمه المقرونه بربي ما تحطوهاش نطيبوهاش اكثر من لازم فهمت اني ما نحبش نطيبوها انتما كل واحد كيفاش ما تخليهاش تعجن برشا. باه نعاودوا مره اخرى باش ما نمرجكش حطينا الصوص بقبق بعد ربع ساعه حطينا الكالمار وبعد نص ساعة تقريبا مش بعد نص ساعة اني خاطري كونجيلي عندها مدة يمكن هيك علاش شادت روحها انت كي تمسها وتلقاها بدات تطيب لك ترمي على روحك الكريفات بالضبط هذا هو اللي حبيت نوصل له جرين فلفل اخضر واحمر كان تحب وشوية فلفل اكحل وشوية زيت زيتونة كان تحب فلفل احمر لا فلفل اكحل خاطر بكري قلت فلفل احمر فلفل احمر فلفل اكحل واضح وشوية زيت زيتونة كان تحب وكهو مقرونتنا طابت وامورها مريقله كان تحبوا نعناع حطوا شويه نعناع شيح وانتم مش متحبوا اني مش باش نحط لها المره دي نحب نخليها بالقوم تاع الفرمان وكهو تعمل جلويله تو سبع دقائق هيك سبع دقائق ونهبطوا عليها وكهو ربي يبارك لك مها ويرحم ميمتك وبيك وكل عاده من غير ما نوصيكم باش تعملوا ابوني في الشان نتاعنا بارتاجيو الحلقه كان عجبتكم وتحطوا لنا اكل جام اكل عجيبه هاي سيدي حضرت الصوص نتاعنا كمزالت تبقبق هي ما تهت شويه كان الزيت نتاعها الكل تقروا اي وكهو حضرت صوصنا باش نحركوه مع المقارونه وكهو صحه بالشفاء باهي نعملوا الدريساج نتاعنا ونركحوا امورنا ومن بعد نذوقوا المقارونه العجيبه هذه اللي عندي معاها ذكريات جميله جدا ونعطيكم رايك العاده بكل صراحه يرحم ميمتك يا مها مرة أخرى وربي يبارك لي فيك يبارك لك عايشك ربي يرحم بابا وتسعد يا حبيبي يا حبيبي المنظر الخطير جدا 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 حضر صدقوني ريحة وفيحة ومناظر معناها عالمية إن شاء الله ما تشتهى حتى واحدة عصانت يا ربي إن شاء الله لا والله نسمع أقول لكم حاجة اللي تشتهى وتبدا والله نطيب لها قاسما بالله نطيب لها والله هذا وعد مني نبعثه والله بالحق يعني. اي حاجه مش كان هذه اي حاجه تشتهى من عندي والله ورا سختي نبعث لك معناتها قل لي وين بركه واللي جا مرحبا بك بسم الله هاي يلا بسم الله نقول لك حاجه باش نبدا بالجوهر الموضوع صراحة ما يرحم اللي جابك الله يرحمه والله بنا 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 عالمية شو بسم الله هاي وهي سخونة لمحالها ومشخشقة مشخشقة على روحها مشخشقة بالصوص ومريقلة حيوة باش اسمعني على فكرة البطاطا إياكم تحطها مع حاجة كين هكيكة عليها ما تجيش ما تمص البنة الكل وما تخلي حد شيء معناتها مش ما تجيش ما تجيش وكها شو جاني شوف 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 الله حبيبي بسم الله بسم الله حتى يحيى يغزر من البيت عطيت صحن حاسين واش يموت صحة عالمية راهي عالمية والله والله نقول لك حاجة معناها المكونات نتاعها بسيطة جدا بسيطة ولازمها حاجة فريشكة وكها شوية شنو اسمه هذا كالمار ولا سوبيا ولا لا هو طاب زاد امور واضحة امور واضحة فوالا
باهي على فكره بربي معلومه صغيره، الكروفات راهو كي طيبها اكثر من لازم تولي لك كلكاوتشو، تولي كلكاوتشو ما طيبوهاش اكثر من لازم. كيما قلت لكم ماكس جرو ماكس 8 دقائق انت والكبر نتاعها وانت وكل شيء فهمتوا. اما على فكره اول مره نطيبها نعمل كعبات نخليهم كاملين بالراس وبالواحد نتاعها فهمت بنينه راهي. باهي احبابي اصحابي راهو نقول لكم حاجه ونوصيكم على حاجه، راهو التصوير تحب له برشا مجهود وبرشا تعب، بالله ادعمونا بالبرتاج، عملوا اشتراك في القناة، راهو 75% تقريبا مهمش ابوني تفرجوا على الحلقات نتاعنا، بالله عملوا ابوني عاونونا بالبرتاج، رانا ما نكبروا كان بكم انتوما، ربي يبارك لكم الناس الكل، حطونا دي كومنتير شكون يحب يشتي اي حاجة نطيبوها له. وكيما قلت لكم نعاودها لكم دعوة خصيصا لاي وحدة اونسانت بربي تشتي اي حاجة من يديك كلمني احنا حاضرين، ابعث لي حاجة والله انا ابعث لاختي معناتها ما فما حتى جرام مزية. حاضرين حاضرين حاضرين، ربي يبارك لكم الناس الكل، وفي الاخر ما نجم نقول لكم كان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.